حال الصحفي ايه؟ اظن زملائي والوزير حلمي تحدث عن هذا، والامر ليس بحاجه لحديث، يعني الجالسون هم صحفيون فهم يعرفون حاله اكثر من غيرهم. الحال لا يسر عدو ولا حبيب. حال النقابه في ذاتها بما تعكسه من قدره ومعنويه على حمايه اعضائها اصبح ايضا امر هي مؤرق للغايه. اصبح كرنهنا اللي كنا يعني بنباهي به الامم اصبح يعني اداه جاذبه للمشاكل، اداه جاذبه احيانا لمعامله غير كريمه، واصبحنا بعضنا يعني يخفي هويته الصحفيه خوفا من حدوث شجار او مشكله مع شخص او جهه. وبالتالي انا متصور واعلم جيدا حجم المشاكل اللي هيقابلنا هذه المره. واذا كنت شرفت باصوات حضراتكم في مجلس 2013-2015 فكان ساعتها نوعية الأزمات بتحيط بالمجتمع كله. كان لدينا حكم الإخوان انتخبنا خلاله ثم أطحنا به في ثورة 30 يونيو، وأتى الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم أتى الرئيس عبد الفتاح السيسي. مر علينا ثلاث رؤساء جمهورية وكانت البلد تشتعل بدم وبنار في هذا التوقيت، لكن لم تكن مهنتنا بعد في خطر. عبرنا أشياء كثيرة في السنوات الماضية نحو يعني إصلاح اقتصادي مرير وقاسي، لكن وجدنا ان مهنتنا هي اللي في خطر. وبالتالي انا اشعر ان حجم التحديات هذه المره بالنسبه لي ولزملائي اعضاء المجلس في حال انتخابنا جميعا اكثر بكثير مما شاهدناه في 13-15 على سوء ما كان فيه الوضع العام ساعتها.